السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان والاخوات. المرة غادي ندير واحد الرحلة ما بين مدينة الصعيدية في اتجاه مدينة راس المال، مسافة تقريبا 15 كيلومتر، هي طريق تقريبا طريق ساحلية اللي كيسد ديال النادور الحسيمة ثم إلى شمال المملكة المغربية، مرورا بطبيعة الحال على جسر أو على قنطرة واد ملوية. Thank you.
Thank you.